بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح رحمه الله: قال أبو السعادات رحمه الله: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه. فالمسلم يتوكل على الله، يفوض أمره إلى الله. وأراد المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. يجب على المؤمن أن يتوكل على الله وحده لا شريك له، فالأمور كلها بيد الله جل جلاله. أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها. التوكل من أجمع أنواع العبادة وأعظمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالمؤمن والمسلم يتوكل على الله وحده لا شريك له، لأن الأمور بيد الله. وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب،
التوكل من أعمال القلوب، فالقلب هو الذي يتوكل على الله ويثق بالله ويعتمد على الله وحده لا شريك له. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان. التوكل على الله شرط في الإيمان، الذي لا يتوكل على الله إيمانه غير صحيح. فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، أي عند انتفاء التوكل. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالمسلم يتوكل على الله لا على غيره. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فالتوكل على الله أمر عظيم، يجب على المسلم أن يتوكل على الله، يعلق قلبه بالله ويعتمد على الله، فالله عز وجل بيده الأمور سبحانه وتعالى. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. منزلة التوكل من الإيمان مثل منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. فعلينا أن نحقق التوكل على الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. الذي يجي المخلوق ويتوكل على المخلوق يخيب ولا يفلح، فإنه مشرك. الذي يرجو المخلوق ويتوكل على المخلوق أشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الذي يشرك بالله كالذي يخر من الجو، فلا بد أن يكون هالكاً. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: لكن التوكل على الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالحياة والموت والرزق والعافية، هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الذي يتوكل على الأموات يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويعلق قلبه بغير الله، هذا مشرك، نعوذ بالله من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، يعني الأمور الدنيوية التي يقدر عليها الإنسان. التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان
فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر، الذي يتوكل على المخلوق ولو كان فيما يقدر عليه هذا شرك، فيجب التوكل كله على الله وحده لا شريك له. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. يوكل في أمر يقدر عليه الإنسان ولكن لا يعتمد عليه، بل يطلب من الله أن ييسر الأمر، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب، أي الله عز وجل الذي أوجب السبب والمسبب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: المنافقون، نعوذ بالله، لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، لأنهم كفار لكن أظهروا كلمة الإسلام باللسان وليس في قلوبهم إيمان، نعوذ بالله من النفاق وأهله. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. إذا كنت تخاف الله أدي الواجبات التي أمر الله بها، واجتنب المنهيات التي نهى الله عنها جل جلاله. قال السدي رحمه الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه، يخاف قلبه ويترك الظلم ويترك المعصية. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير رحمهم الله. قوله: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله ومن بعدهم من أهل السنة رحمهم الله بهذه الآية ونظائرها، أي وأمثالها، على زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما زدت في طاعة الله يزيد إيمانك، وكلما وقعت في معصية ينقص إيمانك. فعلينا أن نحذر المعاصي ونؤدي ما أوجب الله علينا. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد رحمه الله. وقال مجاهد رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل.
رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيدة وغيرهم رحمهم الله تعالى. قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة أي القلبية والظاهرة القولية والفعلية. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن القيم رحمه الله أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، الله يكفيك ويكفي المؤمنين، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنين، ولكن الصحيح حسبك الله وحسب المؤمنين، الله يكفيك ويكفي المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله وهذا خطأ محض، الذي يقول حسبك الله وحسبك المؤمنين هذا خطأ، أي الصحيح حسبك الله وحسب المؤمنين، الله يكفيك ويكفي المؤمنين، وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده الله عز وجل، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، بل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونظير هذا أي مثل هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء أي الإعطاء لله والرسول من الغنيمة، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه، وقالوا حسبنا الله، ثم قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعطينا الله والرسول من الغنائم ما شاء الله، فجعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى وإلى ربك فارغب، أي فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. بهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الله عز وجل الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى
التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. من توكل على غير الله هلك. قال المعلق: حديث حسن. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم رحمه الله وغيره: أي كافيه، فهو حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه، أي إيقاعه في الكفر. قال بعض السلف رحمهم الله: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، أي الله يكفيه جل وعلا. فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره سبحانه وتعالى. وفي أثر رواه أحمد رحمه الله في الزهد عن وهب بن منبه رحمه الله قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماوات وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسي، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. فعلينا أن نتوكل على الله جل جلاله. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيهما تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، فالتقوى سبب للسعادة كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا أي مخلوطا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم رحمه الله بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها
إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له، أي حين قال المشركون: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري رحمه الله. قوله حسبنا الله أي كافينا، الله يكفينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكل إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو، أي نعمة الوكيل الله عز وجل ونعم النصير الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. قال تعالى: قالوا، أي الكفار: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. النار ما آذته، الله جعلها بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بعدما رجع المشركون من أحد بلغه أن أبا سفيان كان مع المشركين، أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، أي أجمعوا الرجوع لقتال المسلمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد اسم مكان، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه. ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدًا صلى الله عليه وسلم عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. هذا المشركون يخوفون ويقولون هذا. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد اسم مكان، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام في الشدائد. وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المعلق: سند الحديث ضعيف، رواه ابن مردويه، ضعفه الشيخ الألباني. إنما معناه تؤيده الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل. من قال ذلك من قلب خالص يكفيه الله جل جلاله. فعلينا أن نتوكل على الله
ونعتمد عليه ونحذر الشرك والتعلق على غير الله تعالى.